بعض الناس يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاء بالحجاب إلا الدين، ما جاء بالحجاب إلا الأمين، ما جاء بالاحتشام إلا محمد عن ربي جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد الولاية من القرآن، وما عادة أحد ولا فعل أحد.